ها قد أذن الصيف بالرحيل، ودول العالم ما زالت تبحث عن بارقة أمل للقاح ينتشل البشرية من جائحة كورونا، جائحة طال أمدها واتسعت دائرة خطرها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لتحصد أرواح ما يزيد عن 840,000 شخص حول العالم. ومع وداع فصل الصيف ومقدم فصل الخريف تحاول أوروبا الصمود في وجه الوباء، وأعلنت المجر عدم السماح بدخول غير المقيمين والحجر الصحي للعائدين. أما فرنسا فجعلت وضع الكمامات إلزاميا في جميع أنحاء المدن بعد أن عاود الوباء تفشيه بشكل متسارع، وأقرت السلطات الفرنسية غرامة قدرها 135 يورو للمخالفين. ألمانيا لم تكن بعيدة عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية، ورفعت قيمة الغرامات المفروضة على عدم وضع الكمامة إلى 50 يورو، وعززت الضوابط لضمان الامتثال بفترات الحجر الصحي. وتوقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواجهة وضع وبائي أكثر صعوبة خلال الخريف والشتاء. Das wird jetzt auch weitergehen. Kein Mensch weiß, wie der Winter abläuft. Wir kennen das Virus nur ansatzweise, seine Eigenschaften. Alles, was wir jetzt zum Beispiel über Aerosole gelernt haben in den letzten Wochen, das war am Anfang nicht bekannt. Da ist man von einer Tröpfcheninfektion ausgegangen. Und wann immer wir Neues wissen, müssen wir auch neue Maßnahmen treffen. Jetzt zum Beispiel unsere. في المقابل رفع القضاء الألماني الحظر الذي فرضته بلدية العاصمة برلين على تظاهرة ينظمها معارضون لإجراءات الوقاية من وباء كورونا، ويدعمها إلى حد كبير اليمين المتطرف. طلعت موسى، الحدث.